أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، فسيكون حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن سيدنا داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. داود عليه السلام أحد رسل الله الكرام، وقد ذكر في القرآن في أماكن كثيرة، وذكر في السنة المطهرة كذلك، وكان عليه الصلاة والسلام يثني عليه كثيرا. بدأت قصة داود بالشكل التالي: بعد أن توفي سيدنا موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، حكم بني إسرائيل نبي يسمى يوشع بن نون، وهو فتى موسى المذكور في سورة الكهف، إذ قال لفتاه آتنا غداءنا. هذا الفتى صار نبيا فيما بعد، وبقي مع بني إسرائيل يرشدهم حتى توفي ونقلهم إلى الأرض المقدسة. لما توفي يوشع بن نون انقطعت النبوة في بني إسرائيل فترة طويلة من الزمن، حوالي 350 عاما لم يكن عندهم نبي، وكان يحكمهم القضاة، فتسمى هذه الفترة فترة حكم القضاة. في هذه الفترة بدأوا يبتعدون عن الشريعة التي أوحى الله بها إلى أنبيائهم، وبدأ الفساد يستشري فيهم، وبدأت المعاصي تكثر، وبدأت الوثنية تنتشر في صفوفهم. ففي هذه الفترة، فترة المعاصي وبعدهم عن الله عز وجل، سلط الله تعالى عليهم جيرانهم من العمالقة والفلسطينيين والآراميين وغيرهم، فبدأوا يحاربونهم ويهزمونهم في كذا معركة. وكانوا قبل هذه المعارك كان عندهم التابوت الذي فيه عصا موسى وبعض صحف موسى، وفيه نعل موسى وبعض الأشياء الخاصة بموسى وبموسى وهارون. هذا التابوت كانوا يستنصرون به على الأعداء، لأن فيه من بركات الأنبياء، فكانوا إذا أرادوا أن يخوضوا معركة يأخذون هذا التابوت معهم، فينصرهم الله تعالى ببركة وجود هذا التابوت. في يوم من الأيام قهرهم أعداؤهم على هذا التابوت وانتزعوه منهم وخلصوهم إياه، ومات ملكهم كمدا حزنا على هذا التابوت. في كان عادة من يعني من سنة الله في بني إسرائيل أن الأنبياء يكونون في سبط لاوي ابن يعقوب. يعقوب عنده 12 ولدا كما تعلمون، واحد منهم اسمه لاوي، أخوه ليوسف يعني. لاوي هذا أنبياء بني إسرائيل كانوا دائما من سلالته، ويهوذا ملوك بني إسرائيل كانوا من سلالته. انقطعت سلالة لاوي، يعني لم يبقى أنبياء، وما بقي من سلالته إلا امرأة واحدة حامل، فصارت تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاما ذكرا، فاستجاب الله دعاءها فرزقها ولدا فسمته أشمويل أو شمويل، أهل الكتاب يقولون عنه صمويل. أشمويل يعني إسماعيل، نفس المعنى. شوف إشمايل إسماعيل نفس الشيء. هذا معناه سمع الله دعائي، معنى هذا الكلام، معنى هذا الاسم سمع الله دعائي، يعني استجاب الله دعاءها فرزقها هذا الولد، فأرسلته إلى أحد الصالحين ليربيه. في يوم من الأيام أوحى الله تعالى إلى هذا شمويل فصار نبيا، فأوحى الله إليه أني بعثتك إلى بني إسرائيل لتحكم بينهم بشرع الله عز وجل، فصار يحكم بهم بتوراة موسى. وهذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى في سورة البقرة بقوله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، يعني اللي هو شمويل هذا، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله.
قالوا لهذا النبي لما كبر وصار يحكم بهم، قالوا له اجعل علينا ملكا، لأنه كان بنو إسرائيل يقوم بالسياسة الملك ويقوم بالتشريع النبي، النبي يرشد الملك، الملك يسوس الأمور ويقود الجيوش والنبي يوجهه، مثل العلماء اليوم، الملوك يحكمون والعلماء يوجهون بما يرضي الله عز وجل، كذلك كان بنو إسرائيل. فقال بنو إسرائيل لهذا النبي أرسل لنا ملكا حتى نقاتل أعداءنا، فقد قاهرونا وأذلونا، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، يعني لعل الله يفرض عليكم القتال فلا فتجبنون. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني أذلونا وقهرونا وأساءوا إلى أولادنا وذرياتنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم كما سيأتي بعد قليل، تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم طبعا بوحي من الله، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هم ما كانوا متوقعين أنه يجيهم طالوت، ليش؟ لأن طالوت من سلالة بنيامين أخو يوسف، ليس من سلالة يهوذا، وهم قد تعودوا أن الملوك من سلالة يهوذا، فكيف يجيهم واحد من سلالة أخرى من سبط آخر؟ فرفضوه، مع أن الله عز وجل اختص طالوت بشيئين وزاده بسطة في العلم والجسم، فكان كثير العلم في كل العلوم إجمالا وفي علوم الحروب خاصة، مثل مثلا سيدنا خالد بن الوليد كان متخصص في قيادة الجيوش والمعارك، كل واحد له ميزات، زاده بسطة في العلم يعني في علم الحروب وغيرها أيضا، والجسم كان طويلا عريضا جسيما قوي البنية قادرا على المراس في الحروب. إن الله بعث لكم طالوت ملكا. قالوا ألا يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، ليس غنيا، هم يريدون واحد غني، نعم، ونحن أحق بالملك منه، يعني من سلالة يهوذا، ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. بعدين قال لهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت، في دليل من الله عز وجل على أنه اصطفى هذا الرجل ليكون ملكا، فأرسل إليهم التابوت الذي أخذه من أعداؤه منه، أتت به الملائكة تحمله الملائكة، ملأوا التابوت جاء ووضع عندهم، علامة على أن هذا فعلا هو الذي يجب أن يكون ملكا عليكم. عند ذلك أقروا له. وسبب إتيان التابوت هذا كما قال بعض المؤرخين إن الأعداء لما أخذوا هذا التابوت دفنوه تحت صنم من الأصنام تحت رجليه، فقاموا في الصباح فوجدوه فوق الصنم، عادوا فدفنوه تحت الصنم فوجدوه فوق الصنم في اليوم الثاني، فعلموا أن هذا من الله، فوضعوه على عربة تجرها أطار أو خيول أو كذا، وتركوه يسرح حيث شاء الله عز وجل، فأرسله الله إلى من؟ إلى أولئك، دلالة على أن طالوت هو الذي ينبغي أن يكون ملكا. على كل أتت به الملائكة، كيف؟ الله تعالى أعلم. تحمله الملائكة إن في ذلك لآية، يعني دلالة وعلامة على أن طالوت ملك. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. سكينة قالوا هي نوع من أنواع النسيم تأتي مع التابوت، يرتاح لها الناس ويسكنون إلى أن الله سينصرهم. وقيل أشياء أخرى، أنه في بعض الأشياء تحدث أصواتا إذا صوتت فالنصر معها، أشياء قيلت الله أعلم. المهم فيه سكينة، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود، يعني لما جهز طالوت بعد أن صار ملكا وجهز الجيش وأخذ الأشداء من الرجال، قيل إنهم كانوا 80,000 وقيل أقل، المهم كانوا آلافا، أخذهم وسار بهم نحو جيوش الأعداء ليقاتلهم. في الطريق جاء الوحي إلى النبي أن قل لطالوت يختبر الجنود، يختبر إرادتهم ويختبر
صدقهم مع الله عز وجل. فلما وصلوا إلى نهر الأردن ويسمى نهر الشريعة، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، مع أنهم كانوا عطشين وكانوا محتاجين إلى الماء، قال إن الله منعكم أن تشربوا من هذا الماء إلا غرفة باليد فقط، يسمح للإنسان أن يشرب بيده فقط، لا أن يضع فمه على الماء ولا أن يحمل بالإناء، لا يسمح له إلا غرفة واحدة بيده، فمن شرب منه فليس مني، يعني أنا لا أتعرف عليه، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. قال لم ينجح في هذا الاختبار إلا 314 رجلا فقط من الآلاف المؤلفة هذه، لم ينجح إلا عدد أهل بدر، لأن الصحابة كما ورد في الأحاديث قال كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدثون فيما بينهم أن عدة أهل بدر على عدة أصحاب طالوت الذين لم يشربوا من النهر، يعني 314، في روايات أن 319، عدد قريب يعني متقارب. هؤلاء الذين نجحوا، والباقون أرجعهم طالوت وقال لا تذهبون معي إلى المعركة، وأخذ هؤلاء القلائل فقط وذهب. قال البعض العلماء من الصالحين قال الإنسان المؤمن في الدنيا يختبر في معاملته مع الدنيا كما اختبر جنود طالوت، فأنت مطالب أن تأخذ من الدنيا مثل ما طولب بأن يأخذ غرفة، بس ما تغب من نفير، لأن الذي يغب يعني يشرب غبا ربما قتلته هذه الدنيا. فيطالب المؤمن إذن أن يتعامل مع الدنيا، لا يتركها بالكلية ولا ينغمس فيها انغماسا كاملا، لأن هذا إفراط وذاك تفريط. ماذا يفعل؟ يتعامل معها بحذر، يأخذ منها بقدر الضرورة، يعني يأخذ منها غرفة كما أخذ أولئك من نهر الأردن. المهم أخذ هؤلاء 319 رجلا وانطلق بهم إلى أعدائه. لما وصلوا لعند الأعداء قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لأن جالوت هذا كان ملك شرير جبار من جبابرة الأرض، كيف لنا أن نطيقه؟ شوف هذول النخبة 314 اللي هم النخبة ومع ذلك خافوا من أعدائهم، هذول النخبة كيف لو راحوا كلهم؟ والنخبة انتخب منهم كمان شوي. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يعني 314 كان الجزء منهم كبير أيضا ليس عندهم إيمان قوي جدا، مع أنهم نجحوا في الاختبار الأول رسبوا في الاختبار الثاني. قال كيف بدنا نلاقي أعدائنا وهم أكثر عدة وعددا؟ القلائل القلائل قالوا كم من فئة قليلة، لأن النصر ليس بالكثرة، ليس إنما النصر من عند الله أبدا، إنما النصر من عند الله. فقالوا نعم. بعدين قال طالوت من يقتل جالوت وأزوجه بنتي وأشركه معي في الملك، صار يشجع الجنود أن يقتلوا جالوت. أتدرون من الذي قتل جالوت؟ إنه داود عليه السلام. كان داود جنديا صغيرا غير معروف في الجيش، لم يكن نبيا ولم يكن ملكا، كان جنديا صغيرا، ولكنه كان بارعا بالرمي بالمقلاع. تعرفوا المقلاع؟ المقلاع عبارة عن جلدة كبيرة أو قماش كبير ولها حبلين من الطرفين، يوضع فيها الحجر ويمسك الرامي الحبلين بيده ويلوح الحجر ويفلت أحد الطرفين ويبقي الطرف الثاني بيده، فينطلق الحجر بقوة يرميه إلى مسافة بعيدة، هذا اسمه المقلاع، وكان داود بارعا بالرمي بهذا المقلاع. وقيل إنه لما كان ذاهبا مع الجيش ناداه أحد الأحجار وقال له يا داود خذني فبي تقتل جالوت، فأخذه معه. لما وصل إلى المعركة خرج لمبارزة جالوت، فقال له جالوت يا غلام اذهب أنت صغير وأنا لا أحب أن أقتلك، فقال له داود ولكني أحب أن أقتلك، فأخذ الحجر ورماه فشجه برأسه شجة منكرة، يعني فلق رأسه، طبعا ضعف بهذا النزيف
ثم بارزه فقتله. لما قتل الملك اللي هو رئيس الجيش المعظم والقوي عندهم، خاف الجنود ففروا مهزومين. قال الله تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. بعدها قال: وآتاه الله الملك والحكمة، يعني الملك والنبوة، وعلمه مما يشاء. فإذا هنا برز نجم داود وسطع ولمع، فصار لما قتل جالوت وهو الذي كان يخاف منه الجنود الأشداء أحبه بنو إسرائيل وقدموه، وكان هذا سبب أن جعلوه ملكا بدل طالوت. ثم أوحى الله تعالى إليه فجمع له بين النبوة والملك كما جمعهما لولده سليمان عليهما الصلاة والسلام. قال الله تعالى بعد ذلك: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني لولا أن الله يجعل ملوكا ويجعل حكاما ويجعل شرطة ويجعل جيوشا لأكل القوي الضعيف وفسدت الأرض. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني القرآن بيقول للناس لا تشربوا خمر، ما بيردوا، بيروحوا بيشربوا خمر. فيأتي السلطان: من شرب خمرا جلدناه رجمناه سجناه عملنا به. فيكفون، يخافون من الحكام أكثر مما يخافون من القرآن. هذه سلطة جعلها الله تعالى يؤتي الملك من يشاء، هو لتبقى الأرض سائرة حتى يأذن الله تعالى بانقضائها، وإلا كانت فسدت الأرض. يعني لولا المعارك التي تحصل، ولولا الملوك الذين يحكمون الناس، ولولا الشرطة التي تنظم الأمور، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. هذه القصة الأولى لداود تبرز كيف سطع نجم داود عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك يقص الله تبارك وتعالى علينا النعم التي أنعمها على سيدنا داود عليه السلام، منها قول الله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولقد آتينا داود منا فضلا، الفضل الذي آتاه الله لداود: أولا آتاه النبوة، ثانيا آتاه الملك، ثالثا آتاه الزبور وهو أحد الكتب المنزلة على الرسل. أنزل الزبور على داود مثل القرآن على محمد والإنجيل على عيسى والتوراة على موسى عليهم الصلاة والسلام جميعا. فداود أوتي كتابا مستقلا فيه مليء بالمواعظ والحكم والأذكار الإلهية. يقول من جملة هذه الحكم التي وردت فيه، يقول: كن لليتيم كالأب الرحيم. هذه كلمة موجودة في الزبور، وقيل: واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. يعني إذا زرعت قمح ما بصير تحصد شعير، ولا بصير تحصد تفاح، ما بصير، مثل ما تزرع تحصد. يعني إن عملت صالحا تحصد نتائج أعمالك الصالحة، وإن عملت أعمالا سيئة فستحصد أعمالا سيئة لابد. وقال في الزبور: ما أقبح الفقر بعد الغنى. وأقبح منه، احذروا شو أقبح من الفقر بعد الغنى. في واحد منكم بيحذرها؟ لا. وأقبح منه الضلالة بعد الهدى. الضلالة بعد الهدى، بعد ما هدى رب العالمين ضل والعياذ بالله، هي أقبح من الفقر بعد الغنى، نسأل الله العافية. وقال أخيرا: انظر ما تكره أن يذكر عنك في نادي القوم فلا تفعله إذا خلوت. يعني أنت أحيانا تكره أن الناس يقولوا عنك فلان بيعمل كذا، يشرب خمر، يترك صلاة، يكذب، فلا أي منكر من المنكرات، تكره أن يتحدث الناس عنك بأنك تفعل، إذن لا تفعله إذا خلوت. إذا خلوت بينك وبين الله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يخشون ربهم بالغيب. فتخشى ربك بالغيب كأن الناس حاضرين،
كأن الناس حاضرون معك، يعني إذا كنت في خلوة فاعلم أن الله قد راقبك ويعلم ما تفعل. طيب، إذن ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوّبي معه والطير، بدل ما يقول، شوف الأسلوب القرآني، بدل أن يقول ولقد آتينا داود منا فضلا تأويب الجبال وترجيع الطير، قال يا جبال، التفت من أسلوب الكلام الغيبي إلى خطاب الجبال وندائها، يا جبال أوّبي معه والطير. قال كان داود عليه السلام جميل الصوت جدا جدا جدا، يعني يمكن أجمل صوت خلقه الله تعالى ببني البشر، كان صوته كثير جميل، وكان يترنم بالزبور وبالأذكار، لما يقرأ الزبور يصدع به بصوت حسن جميل، فتردد الجبال معه هذا الذكر الذي يقرأه، الجبال تذكر الله بصوت مسموع كما يقول داود، وتقف الطير في السماء، تتوقف عن الطيران وتبسط أجنحتها وتردد معه، وقيل إن الجن والإنس من استمع إليه توقف لأنه يدهش بهذا الصوت الجميل، يا جبال أوّبي معه والطير، والطير محشورة كل له أواب، فكانت الطيور تسبح معه بالعشي والإشراق. وقال صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن، مقصود بالقرآن هنا يعني التوراة، عفوا الزبور، لأن الزبور تقرأ وكل ما يقرأ يقال له قرآن، فكل الكتب الإلهية يقال لها قرآن على اعتبار أنها تقرأ، ولكن إذا أطلق القرآن بشكل عام فهو قرآن، القرآن الكريم الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال خفف على داود القرآن فكان يأمر أن تسرج دوابه، طبعا هو ملك يأمر أن تسرج الدواب، يعني أن يوضع السرج عليها، شغلة ما تأخذ وقت كثير. قال فيقرأ القرآن كله قبل أن تسرج هذه الدواب، يعني الله خفف عليه، والقرآن الكريم ربنا يسره، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فمن ادكر وبدأ بحفظه يرى أن الله تعالى قد يسره، يسر حفظه، ولكن كما أنه ميسر الحفظ ولكنه سريع النسيان، يتفلت بسرعة من صدور الرجال، لذلك ينبغي أن يتعاهد الإنسان القرآن بشكل دائم حتى لا ينساه ولا يتفلت من صدره. إذن داود عليه السلام ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوّبي معه والطير وألنا له الحديد. من جملة المعجزات التي أعطاه الله إياها قال وألنا له الحديد، كان داود يفتل الحديد بيده كما يفتل أحدكم العجين بدون تحمية على النار وبدون طرق بالمطارق، يمسك الحديد بيده فيصير كالعجين فيجعله كما يشاء ويصنعه كما يريد. وابنه سليمان أسال الله له عين القطر، عين القطر عين من نحاس مذاب فجرت لسليمان خصيصا له يأخذ منها ما يشاء من أجل العمارة وما شابهها، فأعطاها للجن لتصنع له ما يشاء، عين من النحاس نبعت من الأرض مثل ما تنبع البراكين، وأسلنا له عين القطر. وقالوا عن الإمام أبي داود، تسمعوا بالإمام أبي داود صاحب السنن المشهور بالله رواه أبو داود، قالوا عنه لقد ألان الله الحديث لأبي داود كما ألان الحديد لداود، ذاك الله ألن له الحديد وهذا الله ألن له الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان الحديث عنده شيء سهل جدا حفظه وفهم معانيه وإلى غير ذلك. ألان الله لأبي داود الحديث كما ألان لداود الحديث، وألنا له الحديث أن يعمل سابغات، السابغات هي الدروع التي يلبسها المقاتل فتكون سابغة يعني من أعلى بدنه إلى أسفله تقيه من ضربات السيوف. قبل داود كان الناس لا يعرفون الدروع، كانوا يعرفون الصفائح، يلبسون الصفائح من الحديد لتقيهم الضربات، أما الدروع، الدرع هو عبارة عن لباس من الحديد مصنوع من حلقات متراصة، حلقات، حلقة بداخل حلقة يشبه الجنزير، يعني هذه الحلقات تريح المقاتل لأنها ليست صفيحة ولكنها تقبل
الانحناء تقبل أن تتشكل مع جسمه، فهي أفضل من الصفائح بكثير. الصفيحة تجعل الرجل مثل الرجل الآلي، لا يستطيع أن يتحرك كيفما يريد، إنما يتحرك بشكل يعني زوايا معينة، ليس بشكل لين. قال وألن له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد، يعني اجعل الحلقات مقدرة فتحاتها. قدر في السرد يعني إذا سردت هذه الحلقات بجانب بعضها البعض فاجعلها بقدر بحيث لا يخترقها الرمح والسيف، ولا تكون ضيقة جدا بحيث تضايق المقاتل وهو يلبسها، فهي بين بين، هي معناته قدر في السرد. قال الله تعالى في الآية الثانية وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، يعني تقيكم من ضربات ذوي البأس والشدة، فهل أنتم شاكرون. إذن أول من صنع الدروع من هو؟ داود عليه السلام. وكان داود يبيع الدرع، يصنع في كل يوم درع ويبيعه بستمائة درهم، كما قال عنه صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وقال وكان داود لا يأكل إلا من عمل يده، وكان لا يفر إذا لاقى، يعني كان شجاع في الحرب، إذا لاقى عداه لا يفر ولا يهرب. إذن داود له ميزات في العبادة، كان متعبدا، كان أعبد الناس كما قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، يعني في قيام الليل. كيف كان يصلي داود؟ كان يقسم الليل ثلاثة أقسام، ينام نصف الليل ينامه، ثم يقوم الثلث، ثم ينام السدس حتى يتنشط إلى صلاة الفجر. ينام النصف ويقوم الثلث ثم ينام السدس. وقال وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم إن أطيب الكسب أن يأكل الرجل من عمل يده، وكان داود يأكل من عمل يده. تخيل نبي وملك، ومع أنه ملك وعنده جنود وحشم وخدم، كان لا يأكل إلا من عمل يده، يصنع الدروع ويبيعها ويأكل من ثمنها. بالنسبة لموضوع العبادة، الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم خط لنا منهجا رائعا في العبادة، لازم نتعلمه بسرعة، باختصر لكم إياه بسرعة إن شاء الله تعالى. أولا، عثمان بن مضعون رضي الله عنه كان قد شدد على نفسه في العبادة، وكان يقوم الليل كله، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرغبة عن سنتي يا عثمان؟ قال يا رسول الله سنتك أريد، أنا بالعكس بدي سنتك أطبقها. فقال له صلى الله عليه وسلم إن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. عبد الله بن عمر كذلك قال لما تزوجت كان يقوم الليل كله، وكان يقرأ كل ليلة القرآن كله بالليل، يقرأ الختمة كاملة، وكان يصوم النهار دائما. أبوه جاء إلى كنته زوجة ابنه فسألها كيف حال ولدي معك؟ قالت نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، يعني تكني عن عدم إتيانه لها، لم يقربها. فاشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجمعني به. فلما جاء قال أصحيح ما يقال عنك أنك تقرأ كل ليلة القرآن كله وتصوم دائما؟ قال نعم يا رسول الله. قال إنك لا تطيق ذلك، خفف. قال له صوم ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر، لأن الحسن بعشرة. قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. فقال له صوم يوما وأفطر يومين. قال إني أطيق أفضل من ذلك، شاب لسه قوي. قال له صم يوما وأفطر يوما. قال له إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. إذن أفضل صيام صيام داود. قال له لا أفضل من ذلك. وقال له لعله أن يطول بك عمر، ممكن بعدين تكبر وتصير عجوز ما تقدر تتابع بالعبادة اللي ألزمت نفسك فيها. وقال له عن القرآن، قال اختم في كل شهر مرة، ما رضي. قال له أطيق أفضل هيك. بالأخير قال له اختم في كل سبع ولا تزد على ذلك، في رواية كل ثلاث كل ثلاث أيام.
يعني كل أسبوع يختم ختمة ممتاز أو كل 3 أيام، أما كل يوم ختمة إما أنه لا يفهم ماذا يقرأ يقرأها هذرما، وإما أن يرهق نفسه ويقصر في الحقوق الأخرى. ينبغي للإنسان أن يكون معتدلا. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يعني أي واحد يريد أن يعاكس الدين، الدين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. كل إنسان يريد أن يعاكس هذا الدين، الدين يغلبه ولا يستطيع. مثلا تقول له: يجوز المساحة للخفين؟ يقول: لا، أنا لا أريد أن أخذ بهذه الرخصة. يجوز قصر الصلاة في السفر؟ يقول: لا، لا أصليها إلا كاملة. يجوز بعدين رب العالمين يبتليه ببلاء فيبحث عن الرخص ويقول: دخيلكم دوروا لي على رخصة. لن يشاد الدين أحد إلا غلب، أو يصير عنده ردة فعل فيترك الدين كله. كثير من الناس تصير معنا الأمور، يلتزم كما يقولون، يكون مثلا إنسان فاسق أو كذا ثم يهتدي ويلتزم دفعة واحدة، أول يوم التزم على طول، فعل كل الأمور على أقصى درجة، صار بيعمل مباشرة مثل أبو بكر الصديق، ما تقدر، قام الليل كله وصام النهار كله وعمل كذا وسكر كذا إلى آخره، بعدين لا يستطيع أن يتحمل. بعد شهر أسبوع 10 أيام بتلاقي ارتخت قواه وعاد، فعاد أفسق مما كان. ليش؟ لأنه لم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. هذا الدين شوي شوي بدك تفوت فيه، ما بصير تفوت فيه كله سوا، أوغل فيه برفق. يعني أنا بدي صلي الضحى، مو من أول يوم صلي 12 ركعة الضحى، صلي ركعتين بس تنتين، كم فترة طويلة مداوم على ركعتين، لما بلاقي حالي خلص الركعتين هدول تبرمجوا معي صاروا تلقائيا بعملهم بدون تكلف، ساويهم 4. إذا 4 ضبطوا ما في تعطيل لأي أمور، ساويهم 6، وهكذا. بدي أعمل مثلا أذكار الصباح والمساء، ببدأ على 100 مرة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، ما بعمل غيره. ثاني يوم إذا لقيت بعد شهر الأمور استقرت بزود عليها: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، استقرت بعمل جزء قرآن، استقرت، وهكذا. مو من أول يوم بدك تطبق السنن كلها، تفتح كتاب الأذكار للنووي وتطبق كل شيء فيه، لن تستطيع أن تداوم أكثر من أسبوع، ثم ترتد على عقبيك لا سمح الله وتعود أقبح مما كنت. لذلك لازم ننبه إخواننا الذين يتشددون: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. وقال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. يعني ربنا ما بيمل من أعطاء الثواب لحتى أنت تملوا تتركوا العمل، الله بيترك الأجر لأنه يعطيكم إياه، ما دمتوا أنتم عم تعملوا الله بيعطيكم أجر. وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الآن وأحسن، إذا كل يوم في عندك خزان مي، خزان من الماء، دائما في عندك شو بسموه بزبوز عم ينزل ماء، حنفية يعني، أو صنبور من الماء، كل يوم عم ينزل لك كمية من الماء قليلة ولكنها تكفي. أنا وأحسن تكون بشكل مستمر هي طول العمر، ولا بيوم واحد يجيك لي كبير يعبي لك الخزان ب10 دقائق وبعدين يقول لك ما في خلاص؟ أنا وأحسن إذا عبيت الخزان ب10 دقائق صحيح هو شيء حلو، ولكن بعد أسبوع سينفذ الماء وتبقى عطشا. أما إذا عندك كل يوم كمية قليلة من الماء 5 دلاء بس تكفيك وتبقى طول العمر حيا بدون عطش وبدون ضرورة. فإذا قليل تداوم عليه خير من كثير تقطعه. قليل من العمل كل يوم عم تأخذ 10 حسنات 10 حسنات طول العمر أحسن ما تعمل يوم واحد 200 حسنة وبعدين طول العمر بدون حسنات، وهكذا. وقال صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: فلان اجتهد في العبادة، قال: تلك شرة الإسلام. الشرة يعني الهمة والنشاط. وإن لكل شيء شرة، كل شيء بأوله بتلاقي الإنسان رغبان فيه. هلا مثلا واحد اشترى فيديو، أول يوم بتلاقيه كل ما الواحد يحط أفلام أفلام أفلام، بعدين بمل يصير بيتفرج كل أسبوع فيلم، وهكذا. اشترى ثوب حلو تلاقي كل يوم بيلبسه، بعدين بمل منه بصير بيلبسه بالشهرين مرة، اشترى كذا وهكذا، دائما هيك طبيعة الإنسان بمل. فقالوا له: فلان
اجتهد في العبادة، عم يعمل مثل ما بيعملوا الناس برمضان، بتلاقيهم اجتهدوا كثير. قال هذه شرة الإسلام، وإن لكل شيء شرة، يعني كل شيء في إله همة في بدايته ونشاط. قال فارقبوه عند فترته، يعني ليست العبرة في هذه الفترة فترة النشاط، انتظروا لحتى تروح الفترة هي لحتى يهدى. قال فإذا كانت فترته لسنتي فقد اهتدى، وإن كانت فترته لغيرها فتبا له، وفي رواية فقد هلك. إذن العبرة مو هلا، العبرة بعدين. فالناس اللي بيشدوا همتهم برمضان مو العبرة الآن، العبرة بالعيد، بالعيد ببين. إذا بالعيد بقي مستقيما عم يصلي ويقرأ شيئا من القرآن ولا يعصي الله، هذا إن شاء الله ممتاز. أما برمضان مع الجماعة بالصلوات الخمس وبعد رمضان ما بيصلي، إيش استفدنا؟ شو استفدت إنه تترك الصلاة؟ لا، صلي ببيتك ولا تترك الصلاة، لسه أخف يعني. إذن هذا خطأ يرتكبه كثير من الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام من جملة إرشاداته قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد، ما تصلي أنت نعسان لأنه أنت بشر. قال لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، يعني بدل ما يقول اللهم أدخلني الجنة يقول اللهم أدخله النار، يقول عن بدأ على حاله ولا يذهب الله. إذن سيدنا داود كان أعبد الناس، وكان كان ينام نص الليل وستسه، ما يقوم إلا الثلث، بس ثلث الليل كان يقوم فقط، ينام النص ويقوم الثلث، وكان يصوم يوم ويفطر يوم، وكان لا يفر إذا لاقى، وكان يأكل من عمل يده. إذن له ميزات عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى عنه بالنسبة لصوت داود الحسن، نبينا صلى الله عليه وسلم مرة سمع أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن في الليل وهو قائم. طبعا بنوا الأشاعرة، الأشاعرة غير المذهب الأشاعرة، هذول الأشاعرة كانوا من الصحابة، قبيلة الأشاعرة الأشعريين، يعني الأشعريين إذا ما بتكون تقولوا الأشاعرة. أبو موسى الأشعري كانوا هؤلاء الأشعريون كانوا مشهورين بقيام الليل، حتى كانوا يتواعدون، الناس يتواعدون يقول له موعدنا قيام القراء، ما كان في ساعة إلا الساعة 3 بالليل بشوفك، إلا موعدنا قيام القراء، عندما يقومون وتبدأ أصوات القرآن كأزيز النحل تخرج من البيوت في الليل، يتواعدون في هذا الوقت، يعني كانوا يقومون كثير ناس بالليل. فأبو موسى كان قائم ذات ليلة يقرأ القرآن، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فاستمع إلى قراءته ووقف يستمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهر عنه أنه كان يقول إني أحب أن أسمعه من غيري. كان يقرأ، قال له لابن مسعود اقرأ علي، قال يا رسول الله أعليك أقرأ وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود حتى وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا بكل أمة من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال حسبك، يعني بكف لهون، فبكى صلى الله عليه وسلم. إذا استمع. في اليوم الثاني قال لأبي موسى الأشعري قال لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتك ما شاء الله حلو مثل صوت آل داود. فقال يا رسول الله لو علمتك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، يعني كنت بضبط لك يا لسه أنا بيطلع بيدي ضبطه أكثر من هيك. لو علمتك، هذا ليس رياء، هذا ترنم بالقرآن الكريم. وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قيل في تفسير يتغنى يعني يتغنى من النغم من الغناء، يعني يحسن صوته بالتلاوة، وقيل يتغنى أي يستغني به عما سواه. قيل فيها تفسيرين، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، لو علمتك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. في قوله تعالى وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قالوا كيف شد الله ملك داود؟ في بداية الأمر عندما كان يحكم بين الناس جاءه رجل فادعى على رجل أنه سرق أبقاره، فعلا هو صادق، المدعي صادق أنه فلان سرق أبقاري. أتى داود بالرجل قال له أنت سرقت أبقاره؟ قال لا أنكر. أوحى الله إلى داود وحي فأتى بالمدعي الذي صاحب الأبقار الحقيقي
وقال إن الله أمرني أن أقتلك. شو غريبة ما؟ قال إن الله أمرني أن أقتلك فتكلم الصواب وإني قاتلك لا محالة لأنه وحي. فقال له والله فعلا أنا فعلا هي أفكاري بس أنا من زمان قتلت أباه. قتلت أباه؟ قاتل له أبوه لهذا اللي أخذ أبقاره. اغتلت أباه من زمان. فأوحى الله إلى داود أن نقتله لأنه هذا قاتل. هو عم يدعي أن أبقاره مضبوط ولكن في دعوة سابقة ما أقر فيها فأقر بأنه قتل فقتل. فعند ذلك صار الناس يخافوا من داود. يقول لك هذا الحاكم الله بيحيله. فاشتد ملكه فخاف الناس منه فضبط الأمور. قال الله تعالى وشددنا ملكه. عرفت كيف شد الله ملكه؟ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة. الحكمة يعني في قضاء الأمور وفي سياسة الأمور وفصل الخطاب. يعني بتكلم كلمة خلص انتهت ما في واحد يراجعه. فصل الخطاب بتكلم كلمة واحدة صواب وخلاص. وفي قوله تعالى هاي نقطة مهمة جدا لازم تعرفوها. في قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان يعني نحن خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه إلى آخر الآية. هي إلى قصة لازم تعرفوها. يوجد في التفاسير إسرائيليات باطلة موضوعة مكذوبة على سيدنا داود. إن داود قلت لكم إياها في باحث عصمة الأنبياء إنه قالوا إن داود نظر من الطاقة فوجد امرأة تستحم أو تغتسل فأعجب بها. مين هي؟ قال هذه زوجة أوريا أحد القواد الكبار. فأرسل زوجها إلى إحدى المعارك الخطيرة وقال للجنود تخلوا عنه في المعركة فقتل الرجل فتزوجها داود. في نبي بيعمل هيك يا جماعة؟ لو عملها مسلم عادي لقيل عنه فاسق. فكيف تنسبوها للنبي؟ بل أكثر من ذلك قال اليهود لعنهم الله قالوا إن داود كان يعاشر هذه المرأة بالحرام قبل أن يقتل زوجها وسليمان ولد من هذا من هذه المعاشرة بالحرام. هكذا يقولون عن أنبيائهم. بينما الصورة القرآنية لهؤلاء الأنبياء صورة وضاء مشرقة صورة أناس يعبدون الله ويراقبونه. بينما اليهود لا يتورعون اتهموا لوط بالزنا وشرب الخمر واتهموا بل اتهموه بأنه زنى ببنتيه والعياذ بالله. يتكلمون كثير من الأشياء في كتبهم. قبحهم الله ولعنهم. إذا قالوا إن الله فقير ما بدهم يقولوا على الأنبياء والعياذ بالله. المهم شو بدنا فيهم؟ هذه إسرائيلية باطلة مردودة. لكن شو القصة؟ لأنهم شو قالوا المفسرين اللي أخطأوا مساكين كمان راحوا أخذوها من الإسرائيليات ونقلوها في كتب المسلمين. قال إنه داود كان عنده 99 زوجة فطمع بزوجة القائد هذا فأخذها وتضم لنساء صاروا 100. قام رب العالمين بعث له ملكين يحتكموا إنه أنا عندي 99 نعجة يعني 99 زوجة وأخي عنده زوجة فطمعت صاحب 99 بالزوجة مشان يكملهم 100. قال إنه الله نبه داود. هذا كله كلام فاضي. لكن ما هي القصة؟ القصة بشكل مختصر أن داود عليه السلام كان قد قسم أوقاته إلى تنظيم. يوم يعبد الله بشكل يعني يتفرغ يختلي ويوم يقضي بين الناس ويوم لشؤون أهل بيته ويوم يعني كل يوم شكل. في يوم من الأيام كان في خلوة بشؤونه وعنده سور حول محرابه مكان عبادته مسور. فأرسل الله ملكين اختبارا وابتلاء منه سبحانه وتعالى فما وجد إلا رجلين أمامه فخاف. قالوا لا تخاف نحن خصمين جايين نختصم لك. قال له واحد أنا عندي 99 نعجة. النعجة هي الأنثى من الضأن يعني الأنثى من الخرفان اسمها نعجة. قال له عندي 99 وهذا عنده واحدة وقد يكنى بالنعجة عن الزوجة
الزوجة قد يقال لها ناجة أحيانا من باب الكناية. فقال أكفلنيها يعني صاحب 99، قال له عطيني الناجة اللي عندك، وعزني في الخطاب يعني غلبني بالحجة وكان يعرف يتكلم وكذا، أقنعوه يأخذ لها. ذاك حسب الظلم، فقال له حكم بيننا على طول. سيدنا داود شو قال له؟ قال له لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نعاجه. إذن ليش استغفر داود وظن أن وعرف أن الله اختبره؟ ليش استغفر؟ قال إما لأنه أول شيء لما خاف من الاثنين هذول نوى بقلبه أن يفتك بهم، نوى يقتلهم أنه هذول أعداء، فلما استمع إلى كلامهم استغفر الله من الخاطر اللي إجاء أنه يقتله. هذا واحد من الأقوال. القول الثاني استغفر لأنه حكم على الأول بدون ما يسمع منه، حكم على واحد مع أنه سمع من طرف واحد لم يسمع من الطرف الثاني. قال له لقد ظلمك بدون ما يقول له أنت شو رأيك بالكلام، ما استمع إلا من طرف واحد، لذلك استغفر. وقيل إنه استغفر لأنه شعر أن الناس بحاجة إلى قضائه وهو قد اعتزل عنهم، يعني الناس بحاجة إليك، لازم تطلع تحكم بين الناس، كيف بتسكر الباب على حالك وتجلس لوحدك؟ ثلاث أسباب، واحد منها كافي لأنه يستغفر واحد مثل سيدنا داود عليه السلام راقي في عبادته ومعاملته مع الله من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. فاستغفر، وليس في القصة القرآنية كما ترون لا قصة أوريا ولا قصة حب وعشق وغرام ولا قصة زنا ولا والعياذ بالله تعالى. فكيف يتجرأ هؤلاء على كتابة هذه القصص في التفاسير؟ لست أدري. خلص الوقت يمكن، ما باقي ولا عاد؟ تمام، باقي دقيقة. طيب ماشي، علاقة داود بس